المشروع المتطرف والمتشدد ملوش آخر، هيوصل يحط المجتمعات والبلدان إلى في حيطة سد، أنا أسف التعبير. وأنا بعتبر ثورة 30 يونيو ثورة حقيقية وثورة عظيمة. إلى الآن محدش عارف قيمتها، لكن هذه الثورة كانت قايمة دفاعا عن هوية ووطنية الدولة المصرية. أيوه. عن الهوية الوطنية المصرية. أيوه. وأنا تصوري أن هذه الثورة أكبر ضربة لمشروع الإسلام السياسي في المنطقة بالكامل 30 يونيو. 30 يونيو. تمام. فالبناء الفكري هياخد وقت. لأن ده فيه أطراف كتيرة. وانه المجتمع خلينا نعترف انه في عبر العقود الماضيه وفي لما يكون المجتمع في حاله ازمه بتبقى الناس تتجه الى المحافظه اكتر. في حاله الازمات طبعا. ايوه الناس بتبقى متجهه الى المحافظه اكتر. تمام. لانه اي انفتاح قد يؤدي الى العكس، قد يؤدي الى الانهيار. فانما انفتاح لازم يبقى مدروس. اولا له شروط كتيره قوي ولازم ياخد وقت. لازم ياخد وقت. ايوه لانه في مقاومه. تقصد انه بياخد وقت؟ طبعا في مقاومه بتقابله. لا في المسائل الفكريه والثقافيه ما بتتمش في 24 ساعه. ما انا فاهمه. الفكر ليه مقاومه. ده طبعًا. غير اليات التنفيذ يعني على الأرض. مثلا بتكلم في الفكر. ثوره 19 كويس، قامت 19 فعليا هي قايمه من 18 نوفمبر 18، لكن صداها السياسي الحقيقي والثقافي والفكري ما بانش الا في الثلاثينات. ايوه ما ظهرش الا في الثلاثينات. وهنرجع في يعني انا مش عايز ارجع للاديان نفسها. تواريخ الافكار الكبرى في العالم كله كانت بتاخد وقت على ما بتنتشر والناس تبدا تتحول. صحيح. على مستوى كل الاديان. على مستوى كل الاديان وكل طبعًا. الثقافات طبعا. يعني وبالتالي انا مش قلقان من المساله دي خالص. بالعكس انا شايف ان احنا على الارض في انجازات حقيقيه بتتحقق. بنتكلم على الفكر ست وزير. هو الفكر بيطلع من الواقع. تمام. انا بتكلم على الفكر انه حضرتك عايز تعمل تجديد وعايز تخلي قريت لحضرتك كتير في المجالات دي وسمعتك كتير في مساله. قعدت 50 سنة أو 60 سنة بتحلمي ان رئيس الدوله يروح للاقباط المصريين ليله عيد الميلاد يقول لهم كل سنه وانتم طيبين. تمام. وما كانتش بتحصل طوال السنوات اللي فاتت. بتحصل. بيروح حصل. أي. وبقى خلاص بقى جزء في برنامج الرئيس وفي طبيعي. برنامج الاقباط. أي. انك انت لما الفقه المتشدد يقول ان اي مدينه تنشا لا يقام فيها دار عباده لاهل الكتاب. الفكر المتشدد بيقول كده. تمام. فانت تيجي تعملي العاصمه الاداريه اول حاجه تعمليها حتى قبل بناء المسجد انك انت تبني مقر الكاتدرائيه المرقسيه. ده انجاز بكل المقاييس. بالتنفيذ. بالتنفيذ. بالتنفيذ أنا وبالفعل. انا مش بنكر التنفيذ، التنفيذ واضح وملموس، انا بتكلم على الفكر اللي حضرتك بتقول لي ده هياخد وقت. لانه الفكر هياخد وقت. رغم ان احنا كشعب كنا رافضين الفكر ده. لا ليه واخد معانا وقت؟ لا, لا 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 احنا رافضين الفكر والممارسات. لكن علشان يطلع نعود تاني للفكر لمصر. الوسطي والفكر المستنير. ما تنسيش انك انت بتواجهي في العالم بحالة الاسلاموفوبيا. حطي ده مع اللي بيتكلم البيان اللي طالع في فرنسا من عدة ايام. وبيطالب بحذف ايات وصور بعينها من القرآن الكريم. صحيح. وبالتالي انت في معركة. دي بقى مش معركة محلية. انت في معركة, دي مش معركة عالمية محلية. بتتكلم دي معركة محلية اقليمية. انت لكن في كل الاحوال اللي بيحصل في السعودية، اللي بيحصل في الامارات، اللي بيحصل في الكويت، ده انتصار ضخم جدا. طبعا. نظرية تجديد الفكر الديني. طبعا. فده حاجه مش هنا لما بتكلم على الفكر بقى بتكلم علينا احنا كمصريين. احنا كنا متخيلين ان ده يجيب معانا نتيجه اسرع.